قناة ظل الدين الإسلام يقدم إليكم دروس يوم الخميس لفضيلة الشيخ أحمد وترى إذا عندي الإسلام كان اسمي بتأسو سجن تاغو جاكا ميسا كم مقالا دريبا كيست براتانو كان شيخ أحمد وترى برسيسو ربين أمري لير توحا كنوفا باب ما جاء وان في دبته حديث البيان قيستنا نقل قيست حرف كلمات قد قرآن الراتات ما لو وان سابت بيان سوق يتصواب الرا حرفي تكنجو وانا يبلغ لام ميم تشنتوني حرفي سدين جمال ولكن الفين حرفي تكلكا ومي تلاميني سرفي تكلكا ومي ميمي سرفي تكلكا وما صحيح وديني صحيح يعني ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن مسعود وانا مسندا تقننتيني اني وديف عبد الله بن مسعود الله وروى أبو الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضه ووافقه بعضه وروى وديس عن أبو الأحوص أبو الأحوص عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الرؤوف بن مالك بن نادل عن أديس رفعه بعضهم حديث عن قرين مرفوع قدي ووقفه بعضهم قرين أبو بن مسعود ووقفه ابن مسعود قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه سمعت قتيبة يقول بلغني أن محمد بن كعب القرذي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة نبي دلتيجا ومحمد بن كعب يكن أبا حمزة أبا حمزة دان كن يا قدما باب ناري وفي قال أدنى عمد المنيع أدنى أبو الرضي أدنى مكرم خنيس عن ليس بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة عن أبي محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي جنجي ما أذن الله لعبد في شيء أو كذا من ركعتين ما أذن الله ما صنع الله ربي ندقي فأن لعبد قبر في شيء وتكلي غيزة أفضل وأن شعلاته من ركعتين يصليهما ركعة لمغيسي صلاة الرخيص الكرئي وإن البر لا يزر على رأس العبد ما دام في صلاته وإن البر خير لا يزر يتون الأنقلا فمن يبو فما على رأس العبد متى قبر التارت ما دام في صلاته وان صلاة صاغيس الدوام وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه وما تقرب العباد وإبان قرى ربي تقربتهم بربان بمثل ما خرج منه مثل والرب الرابوه تين قرآن قاون رب الرابوه قال أبو ضاب لأبو النبري عن القرآن قرآن قصديت ما خرج عن ضيف جادين ضيف ملي زيد بن أرطاة الجرام قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وبكرة حديث ضعيف يتشد لا نعرفه إلا من هذا الوجه سندقنا ملئ بينه يتشد زيد بن أرطاة الجرام وبكر بن خنيس قد تكلم فيه من المبارك وتركه في آخر أمره ومطمان متروك قد ابن مبارك وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن أبي بن معاوية عن علاء بن حارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى
الله بأفضل مما خرج. قررت بيتندي بتنتقربا بتطعاقر ربي أفضل وان شعلاته مما خرج منه مما نزل منه ونسراب وإرى يعني القرآن قرآن قصد مرسل قاون وقرتني جبيري من نفيري تابعا غيري جبير بن نفير قال النبي يا مرسلا بابنا ذا باب ليس الله عليه وسلم إن الذي يجو رجل تجي ليس في جوفي قلبي ساغيزة شيء من القرآن إن كنت هن هفذي كالبيت الخريبي أكمنا موغرتني تنجيقات هيتي خريبة هيتي جا الذي لم يحفظ كنفذي شيئا من القرآن كالبيت الغريبي ضعيف أدين ضعيف أغاريدا ضعيف قابو سجرامتي وقال لنا محمود بن عجلان حدثنا ابو داود الحنبلي وابو نعيم بن سفيان عن عاصم بن ابي النعمان تصاحل ابر تصاحل متصاحل شيئين حديث نظر صحيح شيئين يعني ضعيف قلت اسناده ضعيف قابوس بن ابي ذبيان هو لجن الحديث يا ريدا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو داود الحنبلي وابو نعيم بن سفيان عن عاصم بن ابي النجود عن زيد بن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القران اقرا حافظ القران النجامه اقرا قرايتي وارتقي والقري درجه جنته ورتل الدنب باسي سوطة وفي أكما دنيا ترتيل قوت الدي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها درجان تي منزل غيبك تيسو عند آخر آية بك آخر موات التعاية في التلاب بتوتي جماني حسن صحيح لغيره عاصم بن أبي النجود الجراح حديث نساء حسن الراقة بمباري حدثنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبك حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن المادي حدثنا عن سفيان عن عاصم بهذا الإسناد نحوه أنا عاصم عاصم الراني وديس بهذا الإسناد المتقدم نحوه ناو الحديث السابق ناو حديث أبي نويم في أبي داود الأفريج رادبري سنم عبد الرحمن بن مادي تتابعه يعني وقال لنا نسل المعلي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث اخبرنا شعبه عن عاصم عن ابي سهل بن هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي القران يوم القيامه فيقول يا رب حل لي يا ربي هل لي تدم مغرتني تن عيني البسوا يا ربي قيس اوفسي وزينوا قاري اخنا بريتجا ويلبس تاج الكرامتي تاج مغرتني تن كراماني اوفي فما ثم يقول يا ربي زدوا ثم يقول يقسي قران نجا يا ربي خيي دايفي جا فيلبس حلة الكرامتي اما سرداء كرامات قني اوفي فما صدق يقول يا ربي ارجع له يا ربي خيي الرجال الدوجا ربي نسان جالتا فيقال له إسان نجام دوبا قرأيتي والقري درجة جنتا وتزاد يجون درجان سي في دامتي بكل آية كل آياتات حسنات سي في داجة وتزاد نجامتي بكل آياتات حسنات سي في داما ياري حسن مديني حسن ياري عاصم الجرقة عاصم ربي النجود دين نساء عاصم الرقة دين بو وبه قال عددنا وبه قال عددنا محمد المشاين عددنا محمد بن جعفر عشوة عن عاصم بن بادل عن نبي سعد بن هريرة نحوه نار العاصم بن بادل عشر نحو الحديث السابق شوبان حديث وانا عبد الوارث نحوي حديث عبد الصمد بن عبد الوارث الراد بريتي حديث محمد بن جعفر محمد بن جعفر يتوديس
نحوه ناواديس عبد الصمد ماناديس عبد الصمد محمد بن جعفر وديس ولم يرفعه محمد بن جعفر مرفوعا قول ملي. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد الصمد. أبو عيسى النجي وهذا الموقوف موقوف غناته أرجه أرجه من حديث عبد الصمد عن شعبة مرفوع سنرة وذلك لأن عبد الصمد عبد الصمد وإن كان ثقة لهاته شعبة خيزته لكن محمد بن جعفر محمد بن جعفر قناته أوثق منه وأتقن به سيقن صار يسر شعبة خيزته. باب هذا باب. وفي قال حدثنا عبد الوهاب بن الحكم والراق البغدادي حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن المطلب بن عنتاب عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي اجورهم حتى القذاد نرني بدمتي جمو قرطنيتين صوامني امتغيام مو قرطنيتين حتى القذاد أنقموا قرطني وسخني أخرجوا إيشي باسل من المسجد مسجد الرجل تكي أتاوي باسل لين صوامني سيانقنا الرفيدة مبتي وردت علي ذنوب أمتي تغيان الرني في دمتي فلما رزم بنعلم من سورة من القرآن أن قريتوا لما قرطني تندم بي قداتي سورة قرآن الراتاتي ثم ينزها إيجازي تعمل ديسي موغر تعهود ديسي غيسي رمبتر ردي جبان قريجا ضعيف أدين ضعيف انقطاع مطلب من هنطب سماء قبو نزر انقطاع ضعيف سماء قبو مطلب أنت لا نعيس هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجيه حديث ضعيف. قال أبو عيسى النجي وذاكرت في حديث غنى محمد بن إسماعيل البخاري نينجا فده أي قال وصلت قال أبو عيسى هذا حديث غريب قال ولا وذاكرت في محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه غريبا لك ويش حافظتك وقوة الله لك أمو قرت دعيفتا قال محمد قال محمد ولا أعرف المطلب بن عبد الله سماء محمد بن إسماعيل نجي ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماء من أحد من الصحاب النبي تقو نبي الله سماء ظالم بيخوجه إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم جدت ملي قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول لا نعرف المطلب سماع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله عبد الله بن عبد الرحمن نجي وأنكر علي المديني إنكار أنا سر لقه ثاني إنكار النينيس باب هذا باب. وقال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو احمد حدثنا سفيان بن الاعمش عن غيس بن قال سجن جبال بن حسين انه بر على قاسي يقرا انه بر على قاسي يقرا عمران كن جبري على قاسي وايزه قرني جبري يقرا وايزه تشنك قرا ثم سال ثم سأل يتون يقسين خلته يتون مجنما فارترجع دوبا إنا لله وإنا إليه راجعون جدوبا إمران ثم قال يقسين جدوبا إمران نبي جينين لقي نملي قرآن قرأي فليسأل الله رب ما خلتوني نمن قلتني فإنه شأن سيجي وقوام ورمتك قنا دفولاتا قرآن خقرا يسألون به الناس يسألون دوبنا مخخرة جدت لقام إمامتاني رمضان كيستي ياري حسن حديث حسني حسن لغيري تاجت لك حسن موسى ما انقف عمران عمران بن حسين الراجع ورمي ياري قال ما محمود وهذا قيسمة البصري الذي روى عنه جابر بن عبيد قال محمود وقال محمود وهذا قيسمة البصري محمود بن غيلان نجي وهذا قيسمة البصري وهذا قيسمة كني
والربصراتي الذي روى عنه جابر الجوفي وجابر الجوفي الراودي سوجي وليس هو إن انتاني جودا موغرتي خيسمة من عبد الرحمن متي وخيسمة هذا شيخ بصري شيخ والربصراتي يكون أبا نصر أبا نصر يكون يا قدما أحاديث الدو ديس أنس مالك أنس بن مالك أغارينا خيسا ما غنراني وديسا أيضا قلعا ما شكا ما شرا وديسا تي أحاديث أحاديث الدور را وديسا بذاك القوي انتان سنة النساء جمع وغرتني انكتا قبه سنة البزرين امران الرأس ما انقبو وبذاتنا محمد بن اسماعيل الواسطي وتزنا وكي وردزنا ابو فروة يزيد بن سنان انا بالمبارك عن سهيل بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من بالقرآن قرآن التوان من استحل محارمه وان قرآن حرام قد خلال اتياد واتنا من نجا ضعيف سنن ضعيف ملي أبي المبارك نام مجهولا أبي فروة جرماس أبو فروة يزيد من سنان من يزيد التيمي أبو فروة غالي دمو قرطنيت ضعيف قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي مخلفة من محمد بن إسماعيل البخاري النجي أبو فروة كن مكان سا يزيد بن سنان الرهاوي ور رهاوى النسب ماذا نسبة إلى رهاء ور رهاوى النسب ماذا هي صغر من صغور الشام طرف شام الراتاته ليس بحديثه بأس دردان التنجر إلا رواية يو المسا محمد الراو ديس مالي إنه يروي عنه مناكير يبوسا المسا مناكير الراو ديس دي بطا قد روى محمد الوزيد الإسناد النبي هذا الحديث فزاد في هذا الإسناد عن مجاهد عن سعيد مصيب عن صهيب ولا يتابع محمد الوزيد على روايته وهو ضعيف بيتنا المبارك رجل مجهول وقال عبد الرسول ما عرفت الزنا اسماعيل بن عياش عن بهير بن سعد بن خالد بن معدان عن كثير بن مرد عن حضرمي عن بكر بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم تجي قرآن جهري قد اقرأوا كالجاهر بالصدقة أكنا ما صدقا ملسيتي والمسر بالقرآن لم تجي قرآن سري لتي قرأوا يجب أكنا ما تشوشت موغر تنيتي كالمسر بالصدقة فديلا خيصة أكنا ما صدقا سري لك النيتي سنت الرجع الهاجة صحيح ناري هذا أبو عيسى هذا حديث حسن وليد ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن يبتل من الذي يجهر بقراءة القرآن حسن الرزني تعالى إسماعيل بن عياش وإنما معنى هذا عند العلم لكي يعمل الرجل من العجب. يا ريت إسماعيل بن عياش والربي سارة وديسة يا ريت. الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته. لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية سنرة. وإنما معنى هذا الحديث معنى حديث عن أهل العلم برده لكي يأمن الرجل من الأجب أكنم تجي أجبير سالم تهود أفجت سري لا تجعل لأن الذي يسر عملا مجي عمل دويسو لا يخاف عليه الأجب يسرت أجبين صداتم ما يخاف مثل وان صداتم يسرت على نيار قناة زل الدين الإسلام يقدم إليكم دروس يوم الخميس لفضيلة الشيخ أحمد وترى إجازة عن دين الإسلام كان اسم ديسو سجن تازجا كميسا كمقالة درباك سبرتن كان شيخ أحمد وتر برسيسو ربي الأمر ليرتوحا كنوفا وخيز بلا شيخا موتني